بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. مساء الخير عليكم هنا من بث مباشر من قناة النادي الأهلي لكل جماهير النادي الأهلي وجماهير مصر العظيمة في الوطن العربي الكبير. وهذه التغطية الخاصة للمؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد دقائق قليلة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة للإعلان عن تفاصيل تنظيم البطولة الثالثة، بطولة الأهلي للسفارات. هذه البطولة الدبلوماسية التي ينظمها النادي الأهلي للعام الثالث على التوالي تحظى باهتمام كبير جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا من قبل السفارات والهيئات الدبلوماسية داخل جمهورية مصر العربية. هذه البطولة التي ولدت عملاقة منذ العام الأول وتحديدا عام 2017 ونظمت في تحديدا شهر مايو على ملاعب النادي الأهلي بالشيخ زايد، لكن مع كل عام وخلال السنتين الماضيتين وخلال السنة الأخيرة تحديدا زادت عدد السفارات والدول المشاركة في هذه البطولة والتي سميت في العام الماضي بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية. هذا المسمى الذي تم تغييره في بطولة العام الماضي بعد أن كان المسمى الأولى دوري السفارات. دوري السفارات الفكرة كانت فكرة مجتمعية، فكرة وطنية رياضية، وبالتالي من خلال السفارة الألمانية الشريك الرئيسي للنادي الأهلي في تنظيم وتنفيذ هذه البطولة جاء من خلال المشاركة مع النادي الأهلي. وفكرة اختيار النادي الأهلي لهذا الحدث الرياضي الكبير لم يأتي من فراغ، جاء نتيجة أن النادي الأهلي الاسم الأكبر والأعرق والكيان الأكبر داخل جمهورية مصر العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية لأسباب عديدة وعوامل كثيرة لو تحدثنا عنها سنتحدث عنها من هنا حتى السنة القادمة، نتيجة عوامل كثيرة جدا يعني بتهم جماهير النادي الأهلي وأيضا دور النادي الأهلي المجتمعي داخل جمهورية مصر العربية. هناك مقولة تاريخية تنطبق على مثل هذه الأحداث التي تندرج تحت بند عائلة الأهلي والذي يهتم به مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل كبير جدا برئاسة الكابتن محمود الخطيب. سيأتي اليوم الذي سيكون فيه حاضرك تاريخ، فاجعل حاضرك يستحق الفخر ليكون ماضيك يستحق الذكر. تلك المقولة تنطبق بالفعل على كل الأحداث الرياضية التي يولي لها مجلس إدارة النادي الأهلي اهتمام كبير جدا لتنظيمها واهتمام كبير جدا لتفعيل الدور المجتمعي داخل النادي الأهلي. موروثات تاريخية أو قرارات إدارية كلها بنتحدث عنها مع مرور سنة والأخرى سواء في تنظيم بطولات لكرة السلة أو كرة اليد أو كرة الطائرة أو كرة القدم أو الألعاب الفردية والألعاب الجماعية، لكن أيضا الدور المجتمعي أو من خلال مؤسسة الأهلي المجتمعية والذي من خلاله سيتم خلال الفترة القادمة العديد من المشروعات والعديد من الأمور التي يهتم بها مجلس إدارة النادي الأهلي. مثل هذه البطولات ومثل هذه الدورات مجلس الإدارة بيهتم بها لأن دور الأهلي ليس فقط في استضافة الأحداث الرياضية لكن التفاعل والدور المجتمعي لمثل هذه البطولات الرياضية في تواجد الهيئات الدبلوماسية على ملاعب كرة قدم مع الأندية الرياضية وفي مجتمع المصري. المجتمع المصري اللي بيمثله بشكل كبير جدا سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الاجتماعي النادي الأهلي بكل كياناته سواء أعضاء، جمهور، إدارة، تنفيذية، كل من ينتمي لهذا الكيان الكبير. هذه البطولة تقام للعام الثالث على التوالي في ملاعب النادي الأهلي بالشيخ زايد. هذه الملاعب والتي ذكرت في التقارير المتعلقة بتنظيم هذه البطولة خلال العامين الماضيين بأنها ملاعب على أعلى مستوى، وهناك العديد من السفارات كتبت تقارير عن هذه البطولة بشكل جيد جدا لدرجة أن الشريك الرسمي أو الشريك الرئيسي مع النادي الأهلي في تنظيم هذه البطولة السفارة الألمانية كانت ترفع لها تقارير من خلال اللجنة المنظمة بأن هذه البطولة وكأنها كأس عالم مصغر لكن كهيئة دبلوماسية أو كجانب دبلوماسي في إطار كرة القدم داخل النادي الأهلي. سفارة ألمانيا، سفارة فرنسا، أمريكا، روسيا، أيضا جامعة الدول العربية من خلال هيئة الدبلوماسيين مشاركين في هذه البطولة، بطولة على أعلى مستوى. لا ننسى بطولة العام الماضي التي أقيمت في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد وكان نهائي متميز جدا ما بين المنتخب المصري مع المنتخب الماليزي ومباراة كانت كبيرة جدا انتهت بفوز المنتخب المصري ويعتبر المنتخب المصري هو حامل لقب هذه البطولة. من الشيء الجيد أيضا في تنظيم هذه البطولات أن نجوم القدامى في النادي الأهلي بيكون لهم دور المشاركة في حفل الختام أو حفل الافتتاح من خلال مباراة أو مهرجان كروي مع أفضل اللاعبين من خلال دوري السفارات في هذه البطولة للمشاركة بشكل جيد والختام الرائع في هذه البطولة الدبلوماسية.
العام الماضي حضر عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي من خلال تنظيم متميز للجنه المنظمه اللي كان بيترأسها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي بيلقب داخل النادي الاهلي بوزير خارجيه الاهلي. واننا بنتحدث عن وزير خارجيه الاهلي وبطوله دبلوماسيه فبالتالي كل هذه الاطر او كل هذه الافكار بيتم تنظيمها بشكل جيد جدا. جوهر الفكره واحنا بنتكلم عليها بنتكلم عن التقرب بين المجتمع الدبلوماسي والوسط الرياضي المصري. خير وسيط لهذه الفكره عشان تطبق على ارض الواقع بشكل واقعي وبشكل علمي ملموس هتكون من خلال النادي الاهلي. لو عايز تقرب المجتمع الدبلوماسي بالوسط الرياضي المصري مش هيكون الا من خلال اكبر منظومه كرويه ورياضيه واداريه وهي منظومه النادي الاهلي. فبالتاكيد الاهلي خلال الفتره الاخيره كان بيهتم بشكل كبير جدا بعلو هذه البطوله والاهتمام بها بشكل كبير وتنظيمها على افضل ما يكون. لك أن تتخيلوا أن في العام الأول كان بيشارك 13 فريق لكن العام الماضي وصل عدد المشاركين للضعف أو يقترب من الضعف حوالي 24 سفارة وهيئة دبلوماسية. الشيء الرائع وأنا بتكلم على هذه الدورة يمكن العام الماضي حضرت رابطة الأندية المحترفة ويمكن هذه الرابطة اللي كان بيترأسها الحاج محمود الشامي كانت أول رابطة وآخر رابطة حتى هذه اللحظة كان بيترأسها الحاج محمود الشامي وللأهلي عشان يضع الصبغة الرسمية أو يدي للبطولة طعم وشكل من خلال أيضا كمان متابعة الاتحاد المصري لكرة القدم. مفيش أجمل وأفضل من رابطة الأندية المحترفة أن تكون مشاركة ومتواجدة في هذه البطولة. وبالتالي العام الماضي حضر الحاج محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة وشارك في هذه البطولة ودرع تكريم من رابطة الأندية المحترفة للسفارات في تنظيم هذه البطولة. وده بالتأكيد دعا لشيء بيعني أن النادي الأهلي حريص جدا أن حتى العمل لو كان بيقام بشكل ودي لكن بيكون أيضا كمان على نظم وأسس مؤسسية أن رابطة الأندية المحترفة تكون موجودة الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه صاحب اللعبة وصاحب يعني الدور الأساسي للعبة كرة القدم في مصر يكون موجود. النادي الأهلي أيضا كان بيبقى حريص أن في مخاطبة للاتحاد المصري يكون الحكام حتى اللي بيديروا هذه المباريات حكام متميزين حكام الدرجة الأولى. البطولة العام الماضي كان بيديرها تحكيميا كمان حكام دوليين. البطولة كمان مش بنتكلم في إطار مباريات كرة قدم على ملاعب خماسية في الأهلي الشيخ زايد لكن البطولة بتفتح مجالات هي علاقات دولية للنادي الأهلي وعلاقات مباشرة ممكن من خلالها كمان يبقى في توقيع بروتوكولات سفر بعثات رياضية في أمور متعلقة بالدورات التدريبية في مجال الطب الرياضي. وبالتأكيد وإحنا بنتكلم على الشريك الأساسي في هذه البطولة في التنظيم مع النادي الأهلي السفارة الألمانية. ألمانيا تحديدا في مسألة الطب الرياضي طبعا واخدة دور كبير جدا وأفق كبيرة جدا في هذا الشأن وهذا الأمر الطب الرياضي. فبالتالي تنظيم هذه البطولات بيفتح مجالات كبيرة جدا في العلاقات المتبادلة ما بين النادي الأهلي مع كل هذه الدول. فتح الملف التعاون الرياضي كمان مهم جدا في هذا الشأن واحنا بنتكلم على تنظيم النادي الأهلي للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات. فكرة كمان مهمة جدا هيئة تنشيط السياحة يعني النادي الأهلي وبينظم هذه البطولة فكرة يعني الاتفاق أو التواصل مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لأن من خلال هذه السفارات والهيئات الدبلوماسية اللي مشاركين في هذه البطولة أنت بتتكلم عن مش اللاعبين فقط أو الموظفين أو العاملين أو القنصل أو الدبلوماسيين اللي موجودين في السفارة أنت كمان بتتكلم عن أسرهم بتتكلم عن زويهم وكل المتابعين لهذه البطولة داخل جمهورية مصر العربية وتحديدا داخل النادي الأهلي. فبتدي رسائل كده إيجابية في نقاط معينة. الفكرة بس مش بنتكلم في التعاون الرياضي لكن كمان بنتكلم في الجانب الأمني بنتكلم كمان في الجانب التسويقي بنتكلم في الجانب المتعلق بشكل النادي الأهلي وصورة النادي الأهلي وصورة الرياضة المصرية بشكل عام لما تكون بتستقبل ما يقرب من حوالي 21 أو 24 دولة أو سفارة دول داخل جمهورية مصر العربية بيلعبوا مباريات كرة قدم داخل النادي الأهلي في الشيخ زايد. النادي الأهلي عبر تاريخه ليس دوره رياضي فقط. النادي الأهلي دوره مجتمعي دوره وطني وهذه الدورة تحديدا لها أبعاد إيجابية بشكل كبير جدا مش للنادي الأهلي فقط لا ده حتى لجمهورية مصر العربية في أمور كثيرة جدا سواء في الجانب التعاون الرياضي أو حتى في البروتوكولات والاتصالات المباشرة مع سفارات هذه الدول والأفق الرياضية اللي ممكن تطبق من خلال هذه الدول في سفر بعثات خارجية وإجراء دورات تدريبية سفر أطباء للخارج أمور كثيرة جدا من خلال هذا التقارب الرياضي المجتمعي داخل النادي الأهلي. النهاردة المؤتمر الصحفي هيتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل الخاصة
ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، واللي بينظمها النادي الأهلي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية. هيحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألماني يوريوس جورج لوي، والسفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية، والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية، بالإضافة لسفراء دول أسبانيا وأستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوديفوار وقنصل إيطاليا. يشهد المؤتمر أيضا كمان كلمة للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة. 21 سفارة وهيئة دبلوماسية هيكونوا مشاركين في هذه البطولة بشكل كبير جدا، والبطولة هتقام إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، لكن سيعقبها حفل ختام إن شاء الله ومؤتمر صحفي أيضا كمان وحفل يوم 14 إبريل. في تغطية كبيرة كمان في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لكن سريعا أروح بسرعة لزملائي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الكابتن عبد الحميد حسن والزميلة العزيزة شيمة. مساء الخير عليكم، وما هو بقى الجديد لديكم بقى وتقديم المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة الأهلي الدبلوماسية؟ يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي، مساء الخير عليك زميلنا محمد سعيد في استوديو قناة النادي الأهلي. احنا متواجدين دلوقتي في مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة عشان نغطي لكم وننقل لكم كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة الدبلوماسية بتاعت النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي عامل البطولة الدبلوماسية في نسختها الثالثة. مساء الخير عليك عبد الحميد. مساء الفل يا شيمة، ومساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومساء الفل عليك يا محمد سعيد. واكيد احنا متواجدين هنا في النادي الأهلي في الجزيرة، بطولة كبيرة جدا بينظمها النادي الأهلي يا شيمة زي العادة. كالعادة النادي الأهلي دايما كبير ودايما سباق ودايما بيسعى لتوطيد الروابط والعلاقات بين دول كتير جدا، وخصوصا 22 سفارة بنتكلم فيهم في بطولة بيمثلها النادي الأهلي وبينظمها لثالث سنة على التوالي. ده حقيقي طبعا، وده استكمالا لدور النادي الأهلي الدبلوماسي والسياسي والوطني اللي طبعا كلنا متعودين عليه. دايما النادي الأهلي زي ما قلت ان هو سباق في كل حاجة، عنده ريادة في كل المجالات، واكيد طبعا ده دورنا كلنا تجاه البلد. اكيد اكيد، يعني زي ما متعودين مع حضراتكم وزي ما متعودين النادي الأهلي ومستنيينه دايما ان هو يكون سباق، والنادي الأهلي دايما فعلا سباق وبيثبت كل يوم وكل ثانية وكل ثانية كمان بتمر عليه ان هو سباق، ودايما بيسعى لتوطيد كل العلاقات الطيبة بيننا وبين كل الدول. النادي الأهلي تعدى مرحلة مصر وتعدى مرحلة المرحلة العربية وتعدى المرحلة الإفريقية، كمان بقى نادي عالمي بيمثل كل حاجة عالميا لمصر، كمان خير سفير لمصر دايما النادي الأهلي في كل مكان بصراحة. حتى كمان المعسكرات لما حضراتكم بتشوفوها في أي مكان بيسافر مبعوث من النادي الأهلي بيكون سفير وليس رئيس للبعثة بكل ما تحمله الكلمة، سفير بمعنى الكلمة، سفير لمصر، والنادي الأهلي خير ممثل دائما لمصر، وإن شاء الله يفضل كده بإذن الله. النادي الاهلي الوطني تجاه مصر عشان نثبت دايما ان مصر دي بلد الامن والامان. طبعا احنا لو اتكلمنا عن السنين اللي فاتت اللي حصل فيها نفس البطوله، البطوله الدبلوماسيه، بطوله النادي الاهلي الدبلوماسيه او بطوله السفارات زي ما الناس بتقول عليها، هنشوف ان في السنين اللي فاتت يمكن اول نسخه ليها كانت المانيا هي اللي كسبت البطوله. النسخه اللي فاتت بقى الدبلوماسيين المصريين هم اللي فازوا بالبطوله في النهائي، كانت يمكن ان البطوله او المباراه النهائيه في البطوله كانت ما بين مصر وماليزيا. تمام، واكيد السنه اللي فاتت اعتقد ان كان برضو مصر طرف مصر في في المباراه النهائيه، وان شاء الله كمان السنه دي يبقى مصر. انتوا عارفين مصر دايما يعني قلنا سباقين وبنسعى لتوطيد العلاقات، لكن مش معنى كده ان احنا مش هناخد البطوله، ان شاء الله ناخدها باذن الله وتبقى بطوله مشرفه كالعاده يا شيمة. صحيح، هي طبعا يمكن التنافس مش اكتر من بس يعني ترابط اكتر بالنسبه للسفارات وبالنسبه للدبلوماسيين سواء على الصعيد العربي والافريقي العالمي الاوروبي، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. وخلينا نقول برضو ان اللي بيحصل ده من النادي الاهلي حاجه مشرفه، ويمكن كمان رساله مهمه جدا قبل ما مصر تستضيف امم افريقيا. اكيد اكيد، زي ما انت بتقول يا شيمة فعلا بطوله كبيره جدا بتنظمها مصر، بطوله افريقيا، واكيد ده بيدل، واكيد حضراتكم طبعا عارفين دلوقتي والثقافه الكرويه كمان والثقافه السياسيه كمان عند كل مشاهدين الكوره ومتابعينها بقت عاليه جدا، عارفين ان احنا لازم ننجح في اي حاجه بنعملها. للاسف
اللي حصل الفتره اللي فاتت، التخبطات اللي حصل الفتره اللي فاتت، دايما النادي الاهلي بيعالج كل حاجه وان شاء الله يعالج كل حاجه، وان شاء الله زي ما بقول وبكرر خير سفير للكره العربيه والافريقيه عموما تجاه العالم كله يا شيما. زي ما انت بتقولي بطوله مهمه جدا، وان شاء الله تكون بطوله تدل ان احنا قادرين ان احنا نعمل اي حاجه. صحيح. يمكن النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، النادي الاكبر عربيا افريقيا، النادي الاكبر في مصر. فالرساله دي ليها طبعا ابعاد ثانيه كتير. يمكن أكيد. لما بنيجي نقول النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي في كل خطوه بيعملها بيكون مثل اعلى لجماهيره، جماهيره طبعا هي الاكبر في مصر. فيعني بداية ان احنا نوطد العلاقات، او النادي الاهلي بيقول للناس ازاي والجماهير قد ايه العلاقات الدبلوماسية العلاقات السياسية دي مهمة، وازاي طبعا ان احنا بنوري للجمهور اهمية الترابط ما بيننا. فده اكيد هيكون رسالة مهمة جدا لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد هيكونوا متواجدين ان شاء الله في البطولة القادمة اللي بتستضيفها مصر، بطولة امم افريقيا. ازاي تكون خير سفير لبلدك وانت جوه بلدك. ولازم كله يعرف زي ما انت بتقولي، باكد على كلامك، ان جمهور النادي الاهلي بينجح اي حاجة، بينجح اي بطولة، سواء محليه، سواء دوره رمضانيه، سواء بطوله بحجم بطوله قاره افريقيا، بطوله بحجم بطوله السفارات اللي بينظمها النادي الاهلي بالتعاون مع سفاره المانيا. وكانت السفاره الالمانيه حريصه جدا ان هي يكون النادي الاهلي طرف. قد ايه هم عارفين النادي الاهلي كبير جدا، وقد ايه هم عارفين النادي الاهلي لما بينظم حاجه بتكون تنظيم ناجح جدا وتنظيم جيد جدا، وتنظيم كمان بيعود بالنجاح الكبير جدا على اي بطوله بيكون النادي الاهلي طرف فيها. طبعا البطولة دي بتتعمل بتتنظم بالتعاون مع السفارة الألمانية أو بالتعاون مع ألمانيا. تفتكر ليه اختاروا النادي الأهلي بالتحديد؟ أنا يعني مش عايز أبقى يعني الكلام يبقى قوي جدا. المشاهدين عارفين النادي الأهلي دايما بينجح أي حاجة، النادي الأهلي دايما كبير، النادي الأهلي دايما محترم بمبادئه بأخلاقه بثقافاته بتاريخه ببطولاته بجماهيره العظيمة جدا بكل حاجة. بصراحة كل كلمة النادي الاهلي كبير قوي 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 بمعنى الكلمه. سؤال مهم جدا شيما بتساله، لكن كل الجماهير الاهلاويه عارفه يعني ايه النادي الاهلي لما يكون طرف في اي حاجه. طرف صحيح. في اي حاجه يعني نجاح، ونجاح ساحق جدا، ونجاح كبير جدا، وبطوله محترمه تكون محط انظار كل الدنيا كلها طالما النادي الاهلي حط بس النسر فيها. صحيح. او يمكن ببساطه لانه نادي القرن الافريقي. اكيد اكيد. صحيح. طيب ابتدوا دلوقتي طبعا المدعوين يتوافدوا على المؤتمر الصحفي النهارده. احنا منتظرين طبعا وصول الكثير من السفراء. كمان البطوله دي بتشهد المشاركه ل 21 سفاره وهيئه دبلوماسيه، المانيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، سويسرا، انجلترا، روسيا، البرازيل، الارجنتين، الولايات المتحده الامريكيه، كندا، الكوت ديفوار، اليابان، استراليا، كازاخستان، والامم المتحده، وفيتنام. وطبعا هيكون في ممثلين لجامعه الدول العربيه والهند وكمان لماليزيا. اكيد يا شيما. اللي عايز اكد كمان على الساده المشاهدين، المهندس خالد مرتجي رئيس اللجنه المنظمه لهذه البطوله اكد وقرر ان هذه البطوله بمسمى جديد، وهي بطوله الاهلي الدبلوماسيه. كانت قبل كده بطوله السفارات، لكن السنه دي مسمى جديد، مسمى الاهلي الدبلوماسيه، بطوله الاهلي الدبلوماسيه. ودي حاجه كبيره جدا كمان لما يقترن اسم الاهلي كمان بالبطوله، اكيد بتنجح اكتر. زي ما قالت شيما 22 سفاره بما فيهم طبعا سفاره مصر، حاجه محترمه جدا، حاجه كبيره جدا، حاجه فعلا النادي الاهلي بيسعى لها. وبكرر كلامي تاني، توطيد العلاقات الاجتماعيه والسياسيه والروابط كلها، احنا في امس الحاجه لمثل هذه البطولات. وهو دور النادي الاهلي، ده دور النادي الاهلي. أكيد. بالفعل مشاهدينا هننقل لكم كل التفاصيل الخاصه بالمؤتمر الصحفي الخاص ببطوله الاهلي الدبلوماسيه. خليكم معانا على شاشه قناه النادي الاهلي عشان تعرفوا كل التفاصيل لحظه بلحظه. خليكم معانا. خليكم معانا ومنتظرينكم كمان بعد احداثيات هذه القرعه. ان شاء الله هنكون معانا لقاءات كثيره جدا. خليكم معانا، ان شاء الله تكون حاجه مميزه جدا بيقدمها النادي الاهلي كالعاده. شكرا ليك كابتن ميدو، شكرا شيما. بالتاكيد تفاصيل مهمه متعلقه بهذه البطوله، البطوله الثالثه اللي بينظمها النادي الاهلي باذن الله، بطوله الاهلي الدبلوماسيه لكره القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسيه. مهم جدا كمان احنا بنتكلم على تنظيم هذه البطوله، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه المنظمه والمكلف بالاشراف على بطوله الاهلي الدبلوماسيه، كان عقد جلسه مثمره جدا مع السفير الالماني يوليوس جورج روي والملحق الثقافي هشام مرزوق مساعد القنصل ومدير البطوله. هذه الجلسه كانت منذ ايام قليله، وتضمنت هذه الزياره الاعلان عن ترحيب النادي الاهلي باستضافه البطوله للسنه الثالثه على التوالي بالتعاون مع السفاره الالمانيه. كما تطرقت الزياره للحديث عن سبل التعاون بين النادي والمانيا في المجال الرياضي وبالاخص الطب الرياضي.
في هذا الموضوع تحديدا. النادي الاهلي ليه مجالات عديده جدا وخد يعني طريق من خلال السنوات الاخيره بشكل جيد جدا في هذا الملف تحديدا ملف الطب الرياضي. ويمكن المانيا من الدول المصنفه كاعلى الدول يعني بتهتم بمجال الطب الرياضي، وفي تقدم كبير جدا في مساله الطب الرياضي. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره قال برضو ان الهدف الاساسي من استضافه الاهلي لهذه البطوله هو استكمال الدور الوطني للنادي الاهلي كاحد المؤسسات الوطنيه في الدوله التي تعمل دائما على اظهار الصوره الحضاريه للبلاد، والتاكيد على ان مصر بلد الامن والامان وتنشيط السياحه المصريه. زي ما انتم شايفين حضراتكم على الشاشه دلوقتي، ده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا في مقر النادي الاهلي بالجزيره يعني العديد من السفراء والهيئات الدبلوماسيه متواجده داخل مقر النادي، تحديدا في مكتب المدير التنفيذي للنادي بيستعدوا خلاص لبدء وقائع المؤتمر الصحفي. استقبال حافل جدا بالتاكيد من النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي لكل الهيئات الدبلوماسيه والسفراء اللي بيشرفونا بالتاكيد داخل قلعه نادي الوطنيه النادي الاهلي لتنظيم هذه البطوله الكبيره جدا. تنطلق فعاليات هذه البطولة على ملاعب النادي الأهلي بالشيخ زايد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ في 22 من شهر مارس الجاري وتستمر حتى 12 من إبريل القادم، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة كما حدث في ختام بطولة العام الماضي. البطولة إن شاء الله تختتم بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى يوم 14 إبريل القادم. ايضا قدامنا الصوره ونقل حي من مقر النادي الاهلي بالجزيره لوقائع المؤتمر الصحفي الذي سينطلق وسيبدا باذن الله خلاص خلال دقائق قليله ان شاء الله. شايفين يعني فيه اهتمام كبير جدا ووسائل اعلام كبيره جدا متواجده داخل المؤتمر الصحفي، مؤتمر كبير جدا. الحدث ليس حدث رياضي فقط، الحدث حدث رياضي، حدث اجتماعي، حدث وطني بيعبر بشكل كبير جدا عن دور النادي الاهلي المجتمعي. وعايز اكد على الدور المجتمعي، لان فكره عائله الاهلي اللي مجلس اداره النادي الاهلي بيولي ليها اهتمام كبير جدا هي فتح افاق عديده للنادي الاهلي ليس فقط في المجال الرياضي لكن فقط ايضا كمان في المجال المجتمعي، ومن خلال مؤسسه الاهلي المجتمعيه اللي تحدث عليها الكابتن محمود الخطيب خلال الفتره الاخيره بشكل مستفيض، واتكلم عن هذه المؤسسه اللي هيكون لها دور كبير جدا للنادي الاهلي مع المجتمع خلال الفتره القادمه. وزي ما بنشوف حتى في اي زيارات رسميه او وديه للنادي الاهلي في جميع محافظات مصر بتشوف الشعبيه، بتشوف اهتمام الناس بوجود النادي الاهلي، اي من يمثل النادي الاهلي في اي مكان سواء فريق كره القدم او الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه، شعار النادي الاهلي اينما تواجد في محافظات جمهورية مصر العربية بتلاقي الشعبية الطاغية من جمهور النادي الأهلي، والشعب المصري دايما بيبقى حريص على حب واهتمام النادي الأهلي وحريص جدا على فكرة الإنشاء اللي بدأ من خلالها النادي الأهلي كقلعة الوطنية والدور المجتمعي والدور الرياضي اللي بيقوم به النادي الأهلي داخل جمهورية مصر العربية. المؤتمر بنتكلم فيه ان هيبقى مؤتمر مهم جدا، هيتحدث عن تفاصيل هذه البطوله، الملاعب بالتاكيد اللي هتستضيف هذه البطوله ملاعب النادي الاهلي في الشيخ زايد. والشيء اللافت للنظر سواء في بطوله العام الماضي او البطوله الحاليه وهو تغيير المسمى واطلاق اسم النادي الاهلي على هذه البطوله كبطوله الاهلي الدبلوماسيه لكره القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسيه. واحنا بنتكلم برضو على جوهر الفكره، لان جوهر الفكره ما ينفعش نعديه من غير ما نستفيد في الحديث فيه. لما بنتكلم عن التقارب بين المجتمع الدبلوماسي مع الوسط الرياضي المصري، الفكرة عشان تعمل التقارب ده بيتم من خلال النادي الأهلي. الفكرة هنا انك بتتكلم عن اكبر نادي شعبية وجماهيرية مش في مصر بس، لا في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، فان النادي الأهلي يكون هو المكان اللي بيعمل فيه الملتقى ما بين المجتمع الدبلوماسي والوسط الرياضي المصري، بيحضر حد من اتحاد كرة القدم. السنة اللي فاتت زي ما ذكرت رابطة الأندية المحترفة كانت موجودة من خلال رئيس الرابطة الحاج محمود الشامي، أيضا كمان حكام موجودين في هذه البطولة، العائلات والأسر. ويمكن أنا حضرت نهائي البطولة الماضية ما بين مصر وماليزيا واللي سبقتها مباراة بين قدامى النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي مع أفضل اللاعبين المشاركين في هذه البطولة. شيء لفت للنظر وانت قاعد حتى بتتفرج، شايف الاسر والعائلات طبعا والخاص بالسفارات والذوي الموظفين والاعضاء الهيئه الدبلوماسيه وهم حاضرين، صور الفوتوغرافيا لما بتنزل حتى على السوشيال ميديا ليهم هناك بقى، وانت بتتكلم مثلا عن العاملين مثلا او الهيئات الدبلوماسيه في سفاره اسبانيا او سفاره ايطاليا او السفاره الامريكيه والسفاره الروسيه، لما بيصور صوره زي دي وبيكتب عليها الصوره دي من داخل النادي الاهلي، مدى أهمية هذه الصورة وانت
صورتك كده بره قدام العالم بره بتبقى عامله ازاي. كمان حرص العائلات وهم حاضرين، وبيبقى حتى في مدرج صغير موجود في الملعب الخماسي، وبيبقى في حماس وفي تشجيع، والكل بيصور والكل حريص على التقاط الصور التذكاريه، بيبقى فيها سعاده غامره جدا لما بتلاقي الناس من السفاره الالمانيه او العائلات من السفاره الامريكيه والسفاره الروسيه، حتى كمان من جامعه الدول العربيه من خلال وزاره الخارجيه المصريه لما بيكون كمان في فريق ممثل ليهم، هو الفريق المصري اللي فاز ببطوله العام الماضي، بتبقى سعيد بهذا الحدث لما كمان بتلاقي رد الفعل عنك كده ايجابي خارج مصر. ورد الفعل هنا مش رد فعل النادي الاهلي، لا، رد الفعل عن جمهوريه مصر العربيه بشكل عام، وده الدور الوطني اللي بيبقى ممثل فيه الانديه المصريه ودور الانديه المصريه والنادي الاهلي دايما، عشان عارف دوره بشكل جيد جدا، والعمل المؤسسي اللي بيتم من خلاله هذا التنظيم ومن خلال هذه الفعاليات بيعبر عن صورة البلد بهذا الشكل الإيجابي لما بتتنقل بقى خارج مصر، بقول لكم من خلال صور من خلال أخبار، لكن أي صورة إيجابية لما بتترفع وبتبقى موجودة على السوشيال ميديا سواء داخل مصر أو خارج مصر بيبقى لها مردود فعل إيجابي كبير جدا. برضو واحنا بنتكلم على تنظيم هذه البطولة بنتكلم في إطار ان مزيد من هذه العلاقات، يعني كل ما بتقام هذه البطولات داخل النادي الاهلي وافكار اخرى هيتم تنظيمها خلال الفتره القادمه، ده بيبقى شيء ايجابي لانه بيعبر عن الدور المجتمعي اللي موجود بالنسبه لك. هيكون حاضر ايضا الاستاذ عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجيه وايضا سفير السفاره الالمانيه في مصر، وبنتكلم بقى عن عدد 21 سفاره وهيئات دبلوماسيه هيكونوا موجودين في هذه البطوله، فبنتكلم عن زي ما قلت لكم كاس عالم مصغر، او زي ما اطلق عليه الاستاذ هشام مرزوق مساعد القنصل الالماني ومدير البطوله في هذه البطوله الاهلي الدبلوماسيه، لما كان بيتكلم حتى عن البطوله العام الماضي وهي اللي كانت اقيمت في شهر ابريل قبل كاس العالم في روسيا، الكلام كان بيقال حول هذه البطوله ان هي بطوله يعني كاس عالم مصغر، وكانت جايه قبل كاس العالم للكبار في روسيا اللي منتخبنا تاهل ليها بعد غياب حوالي 28 سنه، لدرجه وصلت حتى ان العاملين في السفاره الروسيه او حتى السفير الروسي والهيئات الدبلوماسيه في السفاره الروسيه الكل كان بيتكلم حتى عن فكره ان الكل كان بيتمنى المباراه النهائيه ما بين مصر وروسيا. طيب محتاجين برضو نعرف الاخبار والدنيا هناك ازاي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. أروح بسرعة لزميلي العزيز عمر رابع ياسين وفي ضيافة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث بشكل أكبر عن تنظيم النادي الأهلي للبطولة الدبلوماسية. اتفضل يا عمر، إليك الكلمة. لسه مستمرين مع حضراتكم في مراسم قرعة البطولة الدبلوماسية في النادي الأهلي الجزيرة، وطبعا أنا واحد من أعضاء مجلس الإدارة اللي أكيد عاملين مجهود كبير جدا جدا وبيشرفنا وبينورنا، وهنتكلم معاه أكتر عن مراسم القرعة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة. أستاذ طارق إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. طبعا حياتي ليكم وللسادة المشاهدين. بداية بس عايز يعني أتكلم على التغطية المميزة اللي أنا شايفها والأمانة لقناة الأهلي، ودي حاجة بتدي طابع برضو أفضل قدام طبعا الحضور كلهم يعني، وإنها بتدي حق جماهير الأهلي وأعضائه في الاطلاع على كل الأدوار اللي بيقوم بيها النادي الأهلي ومجلس الإدارة. طبعا الموسم الثالث على التوالي النادي الأهلي زي ما هو معودنا يكون ليه دور وطني داخل مصر، أكيد النادي الأهلي ليه دور عالمي، ومن الأدوار العالمية هو تنظيم بطولة أو البطولة الدبلوماسية للمرة الثالثة على التوالي في النادي الأهلي الشيخ زايد. شايف القرعة وشايف البطولة وشايف التنظيم إزاي يا أستاذ؟ هو الحدث في حد ذاته إن هو بيقام في مصر وفي النادي الأهلي اللي هو الحمد لله معقل وله الريادة، معقل الوطنية ومعقل التاريخ الكبير وله الريادة في كل المجالات في مصر الحمد لله في الناحية الاجتماعية والرياضية. حاجة مشرفة طبعا، حاجة شفت منظر المظهر الجميل، حاجة مشرفة قدام السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية. البطولة دي للسنة الثالثة بتقام والحمد لله بتنظيم بيشهد به الجميع، بتبقى مظهر مشرف لمصر، خصوصا احنا مشارك المرة دي 21 سفارة وهيئة دبلوماسية. حاجة جميلة دي بتعزز أواصر وروابط المحبة والود بيننا وبين الدول الأخرى، بتسهل لكل الفرق الوطنية أثناء سفرها وتمثيلها في الدول الأخرى، بيبقى فيه بتبني نوع من العلاقات الجميلة اللي مبنية على الاحترام وعلى ان هم يتعرفوا على دور مصر اكبر ودور النادي الاهلي بحكم كونه اكبر الانديه الموجوده في جمهوريه مصر العربيه.
طبعا احنا مش بس يعني بنقول للساده المشاهدين ان مش بس يعني اعضاء مجلس الاداره اللي حريصين على ان هم يكونوا موجودين، ده كمان في لعيبه النادي الاهلي والقدامى وكل فرد من منظومه النادي الاهلي حريص على انه يحضر مراسم القرعه اللي زي حضرتك ما بتقول هي بتعكس مدى اهميه دور النادي الاهلي خارج مصر، وطبعا اكيد شيء مهم جدا. وطبعا يعني كلنا عائله واحده، عائله النادي الاهلي، وبالتالي وجود لعيبه النادي الاهلي وكل القدامى ده شيء اكيد يسعدنا كلنا. زي ما قلت لحضرتك وبكرر تاني، هو نوع من المظهر مش مجرد مشرف بس لمصر ولطبيعه النادي الاهلي، هو نوع بيعبر على العلاقات الوديه والعلاقات التي تربط النادي الاهلي بالدول الاخرى كممثلا عن مصر. بيغلب عليها اكثر من الدور الرياضي الدور المجتمعي اللي بيمثله مصر، بيمثله النادي الاهلي نيابه عن مصر مع الدول الاخرى. دي بتسهل حاجات كتيره، بتخلي في نوع من الالفه والموده. لا تتخيل كم السفراء اللي كانوا بيتكلموا شويه ممثلي الهيئات الدبلوماسيه في ترحيبهم وفي الحمد لله اعجابهم بالتاريخ اللي هم موجودين فيه كتاريخ النادي الاهلي. طبعا انتهز الفرصه دي بشكر زميلنا المهندس خالد مرتجي، طبعا بيقوم بدور بجهد مشكور جدا في تنظيم البطوله دي، ودي للسنه الثالثه النادي بينظمها، نظمها السنه اللي فاتت المهندس خالد مرتجي واشرف على تنظيمها، والسنه دي والحمد لله كابتن محمود الخطيب مهتم جدا بالبطوله دي بالذات، لان هي زي ما اقول لحضرتك بخلاف ان هي بيبقى محفل رياضي وفي نوع من النشاط الجميل اللي هيقام ان شاء الله في الشيخ زايد اعتبارا من الجمعه الجايه، هو بيحمل كمان طابع التمثيل المشرف للنادي الاهلي كعادته قدام كل المحافل الدوليه. اختيار السفارة الألمانية للنادي الأهلي أكيد اختيار في محله، لكن عايز أعرف رأي حضرتك، أكيد في أسباب لاختيار السفارة الألمانية أنها أكيد بتنظم البطولة كل سنة، لكن دايما اختيارها بيكون في محله وبيكون على قدر المسؤولية، وأكيد في أسباب كتيرة جدا لاختيار اسم النادي الأهلي في التنظيم والفعاليات اللي بتتم من خلاله. هو الاختيار مؤكدا مبني على قدر النادي الأهلي الحمد لله، في كم علاقات الحمد لله طيبة بيننا وبين السفارة الألمانية وسفارات كتيرة أيضا، يعني العلاقات الممتدة دي بين النادي الأهلي كونه أكبر نادي في مصر له الريادة دي بتلقائية بتخلي الحمد لله السفارة الألمانية أو غيرها لما بيجوا يشرفوا على تنظيم حاجة أو يرعوها على طول بيتجهوا للنادي الأهلي، وده النادي الأهلي متعود عليه والحمد لله متعود إن هو يكون له السبق ويكون له التنظيم اللي بيشرف مصر وسمعة مصر دايما. أستاذ طارق يعني سعيد جدا بكلمات حضرتك، ونتمنى لحضرتك التوفيق والمجلس الإدارة طبعا في المسيرة ومن خلال طبعا تنظيم فعالية بطولة الدبلوماسيين اللي بتشرف عليها السفارة الألمانية وبتنظمها السفارة الألمانية وبيشرف على تنظيمها وفعاليتها النادي الأهلي. شكرا جزيلا أستاذ طارق. ألف شكرا. كنا مع حضراتكم في لقاء مهم مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره من خلال فعاليات قرعه بطوله الدبلوماسيين اللي بتنظمها البطوله الالمانيه وبيشاركها في التنظيم والفعاليات النادي الاهلي. شكرا جزيلا وهنكمل مع حضراتكم بعد قليل. شكرا ليك زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. طبعا زي ما سمعنا كلام مهم جدا من الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي عن دور النادي الاهلي في تنظيم هذه البطوله والشراكه والتعاون المثمر مع الجانب الالماني او تحديدا السفاره الالمانيه. شيء ايجابي جدا، وبتبقى وانت قاعد كده بتسمع الكلام ده كمشجع، مش هتكلم بقى كاعلامي او كصحفي او كمتابع لهذا الشان، كمشجع لك ان تفخر بقيمه ومكانه هذا الكيان الكبير، كيان النادي الاهلي ودوره في جميع المجالات. الدور فقط ليس دور رياضي، دور النادي الاهلي دوره المجتمعي داخل جمهوريه مصر العربيه وفي الوطن العربي دور كبير جدا. قيمه النادي الاهلي تحسها وتشوفها وانت في الشارع او حتى لما تسافر خارج مصر، مش في الوطن العربي لا، حتى في الادغال الافريقيه قيمة شعار النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا 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 جدا. عشان كده لما تلاقي حتى كبرى السفارات المتواجدة داخل مصر حريصة ازاي ان هي حتى تعمل مشاركة مع النادي الأهلي في تنظيم بطولات او استضافة مؤتمرات او فتح مجالات لتعاون في اطار في اطر كثيرة جدا، ده شيء يدعوك للفخر والاعتزاز بقيمة هذا النادي الكبير. زي ما بتعتز ببلدك وباسم بلدك وبنشيد بلدك جمهورية مصر العربية، لك ان تفخر كثيرا 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 بقيمة ومكانة النادي الأهلي. قلنا هذه الأحداث بتفتح مجالات كثيرة جدا، لك أن تتخيل مثلا أن ممكن يكون في علاقات مباشرة
مع هذه السفارات في تنظيم مؤتمرات، في فتح مجالات عديدة متعلقة بالطب الرياضي، أو حتى توقيع بروتوكولات مع أندية خارجية. يعني مثلا لو أنت بتوقع بروتوكول مع نادي ريال مدريد، أو بتستضيف نادي ريال مدريد في مباراة زي مباراة القرن اللي أقيمت في بداية الألفية، السفارة الأسبانية كانت حاضرة هذا المؤتمر، والسفير الأسباني بالتأكيد، يعني نادي ريال مدريد متواجد في مصر في ضيافة النادي الأهلي، فالسفارة الأسبانية بتكون موجودة. فبالتالي تنظيم هذه الأحداث الرياضية بيفتح لك مجالات كثيرة جدا، وبيفتح لك أطر تعاون كبير جدا حتى مع السفارات والهيئات الدبلوماسية للتقارب حتى كمان مع البعثات الرياضية والأندية الخارجية ومجالات كثيرة. مش بنتكلم في مجال كرة القدم، في مجالات حتى إدارية، لو أنت عايز تدي دورات تدريبية أو دورات إدارية تثقيفية حتى للإداريين اللي عندك، أو حتى للأطباء أو المدربين، كل ده بيبقى شيء رائع جدا، بتفيد بيه كمان منظومتك الداخلية للتعاون يعني التواصل بشكل كبير، عشان تبقى متواجد حتى في مصاف الأندية العالمية. لأن النادي الأهلي دايما خلاص الخريطة بتاعته ما بينظرش داخل مصر فقط أو في الوطن العربي أو في القارة الأفريقية، لا، دايما خريطة النادي الأهلي بصة للعالمية، ومتواجدين دايما في المراكز العالمية مع كبرى الأندية الأوروبية. وأخيرا هو استفتاء الفرنسي فوتبول، شايفين النادي الأهلي مكانته الكبيرة زي ما انتم شايفين. طبعا دي صورة مباشرة ونقل حي مباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشايفين قدامنا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من السفراء والهيئات الدبلوماسية. وبالمناسبة على فكرة اللي بجوار المهندس خالد مرتجي هو السفير الألماني اللي هيكون متواجد النهاردة في هذه أو في هذا المؤتمر الصحفي، السفير الألماني يوليوس جورج لوي هيكون متواجد النهاردة. وشايفين باقي السفارات والأعضاء والهيئات الدبلوماسية اللي يكونوا النهاردة حاضرين في المؤتمر الصحفي اللي بينظمه النادي الأهلي، بطولة كبيرة جدا مهما اتكلمنا فيها في تفاصيل هتسمعوا حاجات كثيرة جدا، لكن في المؤتمر كمان هيكون في تفاصيل أكتر، لأن كل بطولة أو كل حدث النادي الأهلي بينظمه بيحاول يضع لمسة جديدة، بيحاول يفاجئ جمهوره أو المشاركين معاه في تنظيم هذه البطولة بفكرة جديدة، لأن دايما كده النادي الأهلي سباق في أمور عديدة جدا. والنادي الأهلي احنا بنتكلم في تنظيم بطولات، النادي الأهلي في المجال ده يعني من زمان، مش من النهاردة أو من امبارح، لا، من سنين طويلة، سواء في استضافة بطولات عربية، بطولات إفريقية، في كرة السلة، في الكرة الطايرة. يعني خلال الأحداث الأخيرة اللي شفناها تنظيم مثلا الدورة المؤهلة لكرة السلة في البطولة الإفريقية المؤهلة لدور الثمانية، والنادي الأهلي استطاع الحمد لله بعد منافسة قوية جدا مع فرق عتيدة في كرة السلة الإفريقية يتأهل. السنة اللي فاتت نظمنا البطولة العربية لكرة الطايرة، نظمنا أيضا لها للأنسات، نظمنا البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، وأيضا كمان لكرة اليد. دايما النادي الأهلي سباق، وحتى كان في فكرة من الأفكار زمان لما كان النادي الأهلي كمان بيتواجد في كأس العالم للأندية لما كانت بتقام في اليابان، كان في أفكار حتى لتنظيم كأس العالم للأندية كان متواجدة بشكل كبير جدا. النادي الأهلي دايما كده بيحاول يضع مصر في مقدمة مصاف الدول اللي بيذكر اسمها بشكل كبير جدا، تحديدا في الوسط الرياضي، واسمه ومشاركته بشكل كبير. شايفين قدامنا على الصورة خلاص المؤتمر الصحفي على هبة الاستعداد، خلاص لحظات قليلة وينطلق المؤتمر الصحفي لبطولة الأهلي الدبلوماسية، البطولة الثالثة لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلاص لحظات قليلة وينطلق هذا المؤتمر بحضور 21 سفارة وهيئة دبلوماسية متواجدين ومشرفينا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، قلعة الوطنية وقلعة الرياضة الكبيرة في مصر وفي الوطن العربي والقارة الأفريقية. وشايفين حضور كبير جدا كمان من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولفيف من الأعضاء والهيئات الدبلوماسية للسفارات المشاركة في هذه البطولة، وأيضا عدد كبير جدا من وسائل الإعلام. شايفين حتى كمان الكابتن هاني رمزة هو قدامنا في الصورة. الكابتن هاني رمزة يا جماعة بالمناسبة كان هو المدير الفني لقدامة الأهلي في البطولة السابقة، المباراة الاحتفالية اللي أقيمت على شرف استضافة هذه البطولة أمام أفضل اللاعبين المشاركين من قبل السفارات. وكان الكابتن هاني رمزي بصفته طبعا كان أحد اللاعبين المحترفين في أوروبا وفي ألمانيا تحديدا، كان هو المدير الفني لقدامى نجوم الأهلي في هذه البطولة. إذن بالتالي حدث رياضي كبير جدا بيستضيفه النادي الأهلي للعام الثالث على التوالي، علاقات دولية مهمة جدا للنادي الأهلي بيحاول قدر الإمكان أن هو يفتح بها مجالات عديدة جدا للنادي الأهلي وللرياضة المصرية ولمصر بشكل عام. دور رياضي، دور مجتمعي، دور وطني مهم جدا للنادي الأهلي. لكن سريعا أنطلق وأذهب مباشرة إلى وقائع المؤتمر الصحفي لبطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية اللي مهمة جدا
واحنا خلاص يعني ثواني ورايحين للمؤتمر الصحفي، ناكد على مقوله تاريخيه مهمه جدا ليها علاقه بالاحداث اللي احنا بنتكلم عليها وليها علاقه بالافكار اللي بيتم تنفيذها داخل النادي الاهلي، لان اليوم سياتي وسيكون في حاضرك تاريخ، فاجعل حاضرك يستحق الفخر ليكون ماضيك يستحق الذكر. اذا النادي الاهلي بيتحدث عن تاريخه خلال سنوات وسنوات، وكل ما الايام بتجري وكل ما السنوات بتمر دايما تاريخ النادي الاهلي مكتوب ومحفور، مش في الكتب فقط لا حتى في الاذهان. التاريخ المتعلق بالنادي الاهلي ليس عباره عن بطولات وانجازات، لكن التاريخ ايضا في مجمل قرارات. هذه القرارات كان ليها دور حتى كمان في ترسيخ مبدا حب النادي الاهلي والدور المجتمعي والدور الرياضي اللي بيقوم به النادي الاهلي كمؤسسه رياضيه ومجتمعيه، ليها دور فعال وايجابي داخل جمهورية مصر العربية والأفق متسعة كمان خارج مصر وفي الوطن العربي وفي القارة الأفريقية في كل المجالات. لما نتكلم عن النادي الأهلي كمؤسسة رياضية ليست في كرة القدم. بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم خلاص هتنطلق بإذن الله يوم 22 من شهر مارس الجاري، وتستمر بإذن الله حتى 12 إبريل. ولو تلاحظوا هي هتقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهي فترة أو يومين الأجازة المتعلقة بالسفارات خلال هذه الفترة، وبتبقى مباريات فيها منافسات كبيرة جدا. وعايز أقول لكم من أقوى المنتخبات أو من أقوى السفارات اللي بتشارك على المستوى الفني في هذه البطولة سفارة ماليزيا، اللي البطولة العام الماضي كان محققين نتائج مفاجأة كبيرة جدا، وكانت المباراة النهائية مع المنتخب المصري، واستطاع الموظفين والعاملين في الهيئة الدبلوماسية في سفارة ماليزيا إنهم حتى يخصوا المنتخب الروسي أو السفارة الروسية في المربع الذهبي. كانت مباريات صعبة جدا وحماسية، لدرجة زي ما قلت لكم الأستاذ هشام مرزوق مساعد القنصل الألباني ومدير البطولة والملحق الثقافي قال ساعتها وقتها إن البطولة دي كأس على مصغر من خلال عدد دول ومن خلال عدد سفارات بيشاركوا في هذه البطولة. شايفين قدامنا خلاص المؤتمر الصحفي على هبة الاستعداد، نروح مباشرة إلى المؤتمر الصحفي لبطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية. السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بحضراتكم جميعا باسم النادي الأهلي، وأن أنقل إليكم أيضا تحايا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي في هذا الملتقى المتجدد وبطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية لكرة القدم التي تنظمها السفارة الألمانية بالقاهرة ويستضيفها النادي الأهلي على ملاعبه للعام الثالث على التوالي. شكر وترحيب خاص للمنصة الكريمة التي تضم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤول العلاقات الدولية بالنادي الأهلي، سعادة السفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية، وسعادة السفير يوليوس لوي سفير ألمانيا الاتحادية. وأرحب أيضا بأصحاب السعادة السفراء وممثلي القنصليات والزملاء في هذا اليوم داخل معقل النادي الأهلي بالجزيرة. في الحقيقة إنه الهدف من هذه البطولة وهذه الدورة هو تمتين وتوطيد العلاقات، علاقات الصداقة وبناء جسور الأخوة بين مختلف المشاركين والممثلين لحكومات وشعوب الدول الصديقة التي تسهم في مسيرة الحضارة الإنسانية. وفيما كانت الرياضة وهي واحدة من أهم الوسائل التي تجمع الشعوب وتقرب بينها في إطار من الروح الرياضية السامية والأخلاق الحميدة، يبقى النادي الأهلي على عهده حاضرا ومستقبلا كما التاريخ يطلع بدوره الوطني كأحد مؤسسات الدولة المصرية في بلورة هذه المعاني والمفاهيم والإسهام في توفير مناخ مشجع على مزيد من العلاقات المتمايزة بين الشعب المصري وأصدقائه وأشقائه من شعوب العالم. اليوم في هذه المناسبة تجرى قرعة البطولة التي تشارك بها 21 بعثة وهيئة دبلوماسية على ملاعب النادي بالشيخ زايد، وتنطلق يوم 22 من مارس الجاري. ولكننا نبدأ هذه الفعالية بكلمة من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤول العلاقات الدولية بالنادي ورئيس اللجنة المنظمة أيضا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السفير لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، معالي السفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية المصرية للأمن، السادة السفراء، زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي،
عائلة الأهلي السيدة الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بكم جميعا في نادينا الحبيب النادي الأهلي. عن مضى وهذا نحن وللسنة الثالثة على التوالي نحتفل اليوم بحدث رياضي كروي ذات طابع فريد، ونعطي بالتعاون مع شريكنا المتميز سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ومعالي السفير الألماني العزيز إلى قلبي شخصيا لوي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم لسنة 2019 والتي يحتضنها النادي الأهلي الشيخ زايد، والتي تضم 21 فريقا من أعضاء السفارات والهيئات الدبلوماسية في مصر ولمدة 3 أسابيع على ملاعب النادي الأهلي بالشيخ زايد. شراكتنا ودعمنا لهذه البطولة المميزة يعكس رغبة النادي الأهلي الحقيقية في تقديم نشاط مختلف راقي وخارج الصندوق والأفكار التقليدية في إطار الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة، والتي دائما تعمل على إظهاره الصورة الحضارية لمصر، واستكمالا لبرنامج عائلة الأهلي بمسؤولياته المختلفة تجاه المجتمع. نتشرف بكم جميعا وباستضافة هذا العدد الكبير من الدول ممثلة في سفاراتها وقياداتها الدبلوماسية، فالنادي الأهلي دائما حريص على توضيد العلاقات الخارجية مع الجميع، خاصة وأننا نملك العديد من التعاملات مع دول العالم من خلال المعسكرات والأنشطة الرياضية والمراسلات مع جهات عديدة خارج البلاد. أيها الإخوة الأعزاء، لا يخفى عليكم أهمية كرة القدم بصفة خاصة والرياضة في حياتنا اليومية وأثرها الإيجابية على الجوانب النفسية والاجتماعية للجميع وكذا السياسية، وكلنا أمل في أن تكون هذه البطولة سبيلا في تعزيز روح التعاون والتنافس الشريف والترابط والتآخي بين الدول، وأن يكون استثمارا إيجابيا للتعارف والتقارب بين الثقافات المختلفة وتوحيد لممثلي الجنسيات المختلفة على أرض بلدنا الغالية مصر. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير مرة أخرى معالي السفير لوي. My dear close friend His Excellency Lui, this collaboration and achievement would not have been possible if we didn't share the mutual love for uniting the diverse cultures in Egypt through football. أيها الأخوة الأحباب، شكرا لكم جميعا على حضوركم الكريم ومجهوداتكم الجليلة لإنجاح هذا الحدث، وكلنا ثقة أن تخرج هذه البطولة بمستوى راقي لا يقل عن السنوات الماضية، وأن نستمتع جميعا بروح كرة القدم العالمية على أرض مصر. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا مهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤول العلاقات الخارجية بالنادي. والكلمة الآن لسعادة السفير يوليوس لوي سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وهي الجهة المنوط بها تنظيم هذه البطولة، فليتفضل. خالد مرتجي Foreign Minister of Al Ahly, good friend and our host today, the Ambassador Al Hanawi, representative of the other foreign ministry, and our أشكركم جميعا للعام الثالث على التوالي. يسعدني أن أرحب بكم في الدورة الثالثة لبطولة الأهلي الدبلوماسية. أولا دعوني أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص تقديري لدعوتي اليوم للتحدث في مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. وبينما أصبح هذا الحدث تقريبا سنويا في مجتمعنا الدبلوماسي، أود أن أتوجه بشكر
الشكر لكل واحد منكم لإنجاح هذه البطولة دائما. وأتوجه بالشكر خاصة لشريكنا الأهلي بطبع جهودهم المتميزة في استضافة هذه البطولة وذلك تحت إشراف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بيبو والذي اعتذر عن الحضور اليوم لمرضه، وأتمنى له الشفاء والانضمام إلى الملاعب أثناء هذه البطولة. وأود أيضا أن أتوجه بالشكر للسيد خالد مرتجي مرة أخرى وهو سفير النادي الأهلي وصديقي العزيز، شكرا على جهودك الكبيرة في هذا الشأن. جميع الرعاة الذين شاركوا في هذه البطولة خاصة الراعي الرئيسي CIB، شكرا للسيدة هانية عبد العزيز لمساندتها الدائمة وإسهاماتها الدائمة. وأود أيضا أن أذكر الرعاة الآخرون المشاركون في هذه البطولة، مرسيدس بنز وأيضا الانتركونتيننتال ممثل حاضر معنا اليوم، وأوبر، وأعتقد أنهم يجوبون شوارع القاهرة الآن، وكيا وفولكان ومجموعة الخليفة وسيمنز. أمل أن لا أكون قد نسيت أحدا من الرعاة، هؤلاء هم الرعاة الذين ساعدونا على إنجاح هذه البطولة. وحتى لا أنسى المحرك والعقل الذي هو وراء هذه البطولة، زميلي في السفارة السيد هشام مرزوق وهو يجلس بيننا الآن، أشكره على جهوده الرائعة والمتميزة في تنسيق هذه البطولة ودائما إطلاعي على التطورات في مجال كرة القدم المصرية، وهذا هام جدا. في هذه الدورة من البطولة يشارك 21 فريقا من السفارات والهيئات الدبلوماسية، ويسعدني ويشرفني أن أتحدث أمام عددا كبيرا من السفارات المشاركة اليوم، وأشكر كل من أتى إلى هذا المؤتمر الصحفي والقرعة التي سوف نجريها. وبعض السفراء في هذه القاعة أعتقد أنهم ينمون المشاركة كلاعبين في هذه البطولة، لا أعلم كيف سوف يقومون بذلك بعد سنوات عديدة قضوها في المكاتب، وذلك بالطبع شيء مثير للاهتمام بالنسبة لي، ولذلك أنصحهم بالقيام بالكثير من الإحماء قبل البطولة والتمارين. نأمل أن تقوم هذه البطولة بجمع السيدات والسادة من مختلف الثقافات والدول، وآمل أيضا بينما نتنافس في ملاعب كرة القدم في الأسابيع القادمة، فإن المشاعر مثل اللعب العادل والصداقة والأخوة سوف تسود الملاعب. الدبلوماسية لا يجب أن تؤثر على نتائج هذه البطولة، وآمل أيضا أن أرى مهارات لكرة القدم ولعب متميز، وآمل أن يقوم فريقنا في هذه الأداء أفضل من أداء فريق ألمانيا في كأس العالم العام الماضي. وختاما أتمنى لكم جميعا أفضل التمنيات، ولينجح وليفوز الفريق الأفضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سعادة سفير لوي سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة على هذه الكلمة. والكلمة الختامية قبل إجراء مراسم القرعة هي كما أشار سعادة السفير، حقيقة هذه البطولة تحظى برعاية كبيرة ومتميزة من شركات عملاقة كمرسيدس اللي بيشرفنا CEO لها النهاردة، وأيضا البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الاستثمارية المصرية. وأدعو السيدة رانيا عبد العزيز رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالبنك التجاري الدولي CIB لإلقاء هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Your Excellency, Mr. Loy, the ambassador of the Federal Republic. صاحب السعادة سفير ألمانيا الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة السيد خالد مرتجي صاحب السعادة السيد عمرو السيدات والسادة السفراء الموقرون للعام الثالث على التوالي يسعد ويشرف البنك التجاري الدولي CIB أن يكون جزءا من هذه البطولة الدبلوماسية الرائعة إنه بحماس كبير ننتظر هذه البطولة ونحن سعداء أن نشهد هذه الفكرة الرائعة تتحول إلى نجاح كبير. لقد بدأت هذه الفكرة في التحقق منذ 3 سنوات وهذه الدورة يشارك فيها 21 فريق لتعزيز رسالتنا وهي السلام والأمن على أرض مصر. إن هذه الدورة ليست فقط حدثا رياضيا ولكنها فرصة لنا جميعا لنتحد استخداما للوسيلة القوية وهي كرة القدم التي تجمع الثقافات المختلفة والمتنوعة وتقوي جسور التعاون بين البلدان. بينما نتجمع اليوم في هذا الحدث فإن دور الشركات في مصر لا ينحصر فقط على دفع الاقتصاد ولكن أيضا أن يدفع النمو المجتمعي في البلاد. هذه هي استراتيجيتنا في CIB لأكثر من 15 فنحن البنك الخاص الرائد في مصر ونحن ملتزمون بخدمة مجتمعنا وتنفيذ الكثير من المشروعات بهدف وهو أن نخلق أو نحدث تغييرا في حياة الناس. إن هذه البطولة هي واحدة من أمثلة التعاون مع مختلف الجهات من مختلف القطاعات لخلق أثر كبير على حياة الناس وخاصة على حياة بلادنا. نيابة عن أسرة CIB أود أن أعرب عن تقديري للسيد لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ونادي الأهلي لأنه قام بالحفاظ على هذا التقليد وأيضا ساعدنا على المساهمة في هذه البطولة. أود أيضا أن أتوجه بالشكر لكافة الفرق التي قامت بالمشاركة والآن سوف ألخص ما قلته باللغة العربية وهي لغة بلادي. Ambassador of the Federal Republic of Germany to Cairo. السفراء المحترمون السيدات والسادة يسر إدارة البنك التجاري الدولي CIB أن يكون جزءا من هذه البطولة الناجحة البطولة الدبلوماسية لكرة القدم والتي يزداد عدد مشاركيها عاما بعد عام فنحن ننتظر بشغف وحماس هذا الحدث ويملأنا زهوا كبيرا أن نشهد هذه الفكرة الرائعة وهي تتحول إلى واقع ملموس وناجح حيث أن هذه البطولة قد بدأت منذ 3 أعوام بمشاركة 13 فريق فقط لتصبح حدثا سنويا يشترك فيه اليوم 21 فريق لتعزيز رسالة سلام وأمان من مصر إلى العالم. إن هذا الحدث ليس مجرد تنافس رياضي في كرة القدم بل هو فرصة لنا جميعا لتجميع الثقافات المختلفة وتقوية جسور التواصل بين الدول مستغلين سحر وشعبية كرة القدم. إن دور الكيانات الاقتصادية اليوم في مصر لم يعد قاصرا على التنمية في المجال الاقتصادي فقط بل امتد ليشمل الجانب الإنساني والتنمية المجتمعية. وفي هذا الصدد عمل البنك التجاري الدولي منذ 15 عاما على إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع بهدف خلق تغيير حقيقي وإيجابي ومستدام في حياة الإنسان وذلك لكونه أكبر بنك قطاع خاص في مصر. وأخيرا يتوجه البنك التجاري الدولي بخالص الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على استضافته المميزة لهذا الحدث الرياضي وسيادة السفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد لوي على دعمهما المستمر لإنجاح هذه البطولة. هذا مع تمنياتنا الطيبة لجميع الفرق المشاركة
and may the best team win, inshallah. Thank you. شكرا جزيلا السيدة الأستاذة الفضلة رانيا عبد العزيز رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالبنك التجاري الدولي CIP. قبل أن ننتقل إلى مراسم إجراء القرعة فقط المهندس خالد مرتجي وسعد سفير لوي يتبادلان تقديم الهدايا والدروع التذكارية. السفير الألماني يقدم درع السفارة إلى المهندس خالد. أما النادي الأهلي يقدم تيشيرت الفريق الأول لكرة القدم. علاقات متميزة حقيقة الأمر ومستمرة تجمع السفارة الألمانية بالقاهرة بالنادي الأهلي أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية، وبالنيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تي شيرت النادي الأهلي يقدمه المهندس خالد مرتجي للسفير لوي. شكرا جزيلا. لأن هذا النوع من العلاقات بيصب وبيسهم زي ما قلنا في توطيد أواصر العلاقات الإنسانية اللي خلق البشر من أجلها لا شك، وهذه هي رسالتهم في الأرض. الآن سأدعو نجمين من نجوم كرة القدم عبر التاريخ، ابنان من أبناء النادي الأهلي ونجوم منتخب مصر لإجراء مراسم هذه القرعة والاستعانة أيضا بمجموعة من أصحاب السعادة السفراء. أدعو الكابتن هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ومدرب منتخب مصر. هاني زي ما احنا عارفين احترف فترة طويلة أيضا في ألمانيا ويجيد الألمانية. وأدعو أيضا الكابتن خالد الأمين أو خالد بيبو مدير أكاديمية النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، فليتفضل. الصوت معنا. مساء الخير عليكم. يعني طبعا انا سعيد جدا جدا بوجودي النهارده معاكم، مش عشان اجراءات القرعه، لكن عايز اقول لكم او الساده السفراء الصوت الساده السفراء طبعا الموجودين في بيت النادي الاهلي، انا اتربيت في النادي الاهلي، كان عمري 11 سنه اول ما دخلت النادي الاهلي، وتعلمت قد ايه مبادئ النادي الاهلي، وتعلمت حاجات كتيره جدا جدا ساعدتني في مشوار احترافي اللي استمر حوالي 15 سنه، 4 سنين في سويسرا و11 سنه في البوندسليغا. والفكره طبعا انا متابع الفكره من 3 سنين، يعني كنت متواجد الحمد لله في الفكره ديت من سنتين، والنادي الاهلي دايما بيخرج بره الصندوق. الفكره كلها الصوت مش طالع. طب هكرر الكلام تاني. طبعا سعيد ان انا موجود مع حضراتكم النهارده، برحب بالساده السفراء وكل الجموع. النهارده يمكن بالنسبه لي انا يوم استثنائي شويه، لان رجعت البيت النادي الاهلي، انا جيت النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه، ومش هقول لكم طبعا المبادئ والاخلاقيات واللي انا اتعلمته في مشوار احترافي كان سببه النادي الاهلي طبعا بعد ربنا. فوجودي هنا انا سعيد بيه جدا جدا مع كابتن خالد برضو زميل ملاعب. يمكن مشوار احترافي كان معظمه في ألمانيا، كنت قضيت 11 سنة في ألمانيا، وقد إيه عارف أن كرة القدم هي الوسيلة الأسرع لتبادل الثقافات ما بين الشعوب. فالفكرة اللي قام بها النادي الأهلي بتعاون مع السفارة الألمانية من 3 سنين أعتقد أنها خارج الصندوق بشكل كبير جدا، وأنا سعيد بيها، لأن من اللي انا عشرته او اللي انا عشته خلال 15 سنه في اوروبا، 4 سنين في سويسرا و11 سنه في المانيا، زي ما بقول لكم كره القدم هي الوسيله الاسرع لتقارب الثقافات، وده اللي محتاجينه حاليا في بلدنا. محتاجين نرسل رساله امان للعالم كله من خلال تواجد معظم السفراء عندنا، والبطوله اللي بتقام على ارض النادي الاهلي في الشيخ زايد دي رساله
بنوصلها للعالم كله ان مصر امنه وان شاء الله دايما هتكون امنه. الجزء الثاني والجزء الاكبر اللي هو تبادل الثقافات، وده من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا اعتقد زياده عدد الفرق من 13 فرقه ل 21 فرقه، ده بيدل على هذا الهدف الكبير اللي من خلال النادي الاهلي طبعا ومن خلال السفاره الالمانيه بيقدموه. مش عايز اطول على حضراتكم، لكن انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم كابن من ابناء النادي الاهلي، كابن من ابناء هذا البلد الامن، وان شاء الله كلنا نستمتع بهذه الدوره اللي ان شاء الله تقام من يوم 22 الشهر ده لغايه يوم 12 ابريل، ان شاء الله كل الناس تكون سعداء بيها. شكرا ليكم، وهقدم دلوقتي للكابتن خالد زميل ملاعب هيقول لكم مراسم القرعه ونظام المسابقه. شكرا لكم. شكرا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، و يعني ايوه بص كم حاضر يا كابتن. اي واحد ينتمي للنادي الاهلي لازم يبقى سعيد ومبسوط. النادي الاهلي دايما عنده تطوير وعنده انجازات ودايما عارف دوره المجتمعي بشكل جيد جدا، وانا سعيد جدا ان انا موجود طبعا وسط الساده الافاضل كلهم. بشكر طبعا واحد واحد للتواجد معانا النهارده، وطبعا بشكر اداره النادي ان هي ان انا اكون موجود معاكم وامثل النادي من خلال القرعه في من خلال النادي الاهلي في القرعه، وده شرف كبير ليا. طبعا بشكر الكابتن هاني طبعا على التقديم الجميل والمميز، واذا كان الكابتن هاني يعني احترف في المانيا فانا عندي جزء مهم جدا في البيت الماني، انا حماتي المانيه فطبعا عايش على النظام الالماني جوه البيت، وده حاجه بسطاني جدا وسعداني يعني. واشرح لكم بقى طبعا النظام، احنا 21 فريق طبعا، دي حاجه مميزه جدا زي ما قال الكابتن هاني وزي ما كنا بنتكلم، في تطوير كل سنه وفي مشتركين كل سنه، ودي حاجه تسعدنا وتشرفنا ان احنا نبقى موجودين على ملاعب النادي الاهلي في الشيخ زايد تستضيف البطوله. ان شاء الله الملاعب هناك مجهزه ومستعده للبطوله، وان شاء الله نستمتع بالاداء الجميل ان شاء الله. هم اربع مجاميع، اول مجموعه ست فرق، ثاني مجموعه خمس فرق، ثالث مجموعه خمس فرق، رابع مجموعه خمس فرق. طبعا قبل ما نخش على القرعه وكابتن هاني يبتدي مع اول مجموعه، اللي فاز بالبطوله السنه اللي فاتت طبعا وزاره الخارجيه المصريه. مش عارفين مين هيكسب البطوله السنه دي، وطبعا يعني القرعه زي ما انتم شايفين كده مش عارفين مين هيلاعب مين، وان شاء الله تبقى بطوله جيده. اتفضل كابتن. زي ما كابتن خالد قال هم 21 فريق، المجموعه الاولى ست فرق، المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه كل مجموعه خمس فرق. يشرفنا يكون موجود معانا ل نحدد المجموعه الاولى اللي هي المجموعه ايه، نتشرف بسياده سفير اسبانيا يكون موجود معانا على المنصه. وسعاده السفير عمرو الحناوي، وسعاده السفير سيف الغسال رئيس الجامعه العربيه برضه يكون موجود معانا لاجراء القرعه للمجموعه الاولى. المجموعه الاولى ست فرق، وهناخد المجموعه كلها يعني هنسحب ست كور هيبقوا هي دي المجموعه الاولى. اتفضل. أيوة. المجموعة الأولى أول فريق المنتخب الإيطالي أو سفارة إيطاليا. اثنين. بليز. سيبنا. هتطلع فرقتنا يا بشكل. لا. الفريق الثاني سفارة الأرجنتين. تاني ولا ايه؟ اتفضل. خلاص يلا. برازيل. السفارة الثالثة والفريق التالي البرازيل، شكلها مجموعة الموت. ايطاليا الارجنتين البرازيل. اوعى تطلع مصر. كمل انت بقى.
استراليا. الفريق الرابع استراليا. يبقى المجموعة الأولى إيطاليا أرجنتين برازيل استراليا. ناقص فريقين كمان. شكلها ألمانيا. لا فيتنام. فيتنام. Good luck. فيلها تاني. إيطاليا أرجنتين برازيل أستراليا فيتنام. الفريق الأخير في المجموعة الأولى سبين. كم دي مجموعة الموت فعلا. المجموعة الأولى الست فرق إيطاليا أرجنتين برازيل أستراليا فيتنام وأسبانيا. شكرا لحضراتكم. شكرا شكرا. كم المجموعة بي. المجموعة بي خمس فرق هيقدموا معانا إيطاليا الأرجنتين إيطاليا. سيادة السفير سفير الأرجنتين وإيطاليا إيطاليا إيطاليا وسعادة السفير الإيطالي السفارة الإيطالية ممثل عن سيادة السفير الإيطالي يكون موجود معانا أو موجودة معانا. تفضلي. المجموعة الثانية خمس فرق هناخد خمس كرات ونشوف مين السفارات الموجودة في المجموعة الثانية. تفضل. سلام. بليز. أول فريق في المجموعة الثانية كندا. الفريق الثاني في المجموعة الثانية أمريكا. USA. كندا وأمريكا ديربي. الفريق الثالث في المجموعة الثانية سويسرا. سويسرا سويسرلاند. سويسرا مجموعة كندا USA وسويسرا. الفريق الرابع في المجموعة الثانية ماليزيا. الفريق الرابع في المجموعة الثانية يبقى كندا USA سويسرا وماليزيا. آخر فريق في المجموعة الثانية مصر. عايزين ايه طيب؟ فرنسا. 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 يبقى المجموعة الجروب بي الفريق الكندي الامريكي والسويسري والماليزي والمنتخب الفرنسي او السفارة الفرنسية. برضو مجموعة لا بأس بها. نتحول للمجموعة الثالثة أيضا خمس فرق. يكون معانا سفير كازاخستان وسفير فيتنام. تفضلوا معانا لإجراء قرعة المجموعة الثالثة. ناسمين. ناسمين. بليز. هلو. أول فريق في المجموعة سي يوكي. إنجلترا يوكي. فريق الإنجليزي على رأس المجموعة الثالثة. Thank you. Please. فريق الثاني في المجموعة سي جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية ده أعتقد الفائز بالبطولة السنة اللي فاتت. لا مش هو مصر. طب انا اسف معلش. يكسبوا السنه دي ده جامعه الدول في المجموعه سي بعد المنتخب الانجليزي او السفاره الانجليزيه. الفريق الثالث ثانك يو انديا. انديا الهند. الفريق الثالث في المجموعه سي عندنا يوكي وجامعه الدول والهند. الفريق الرابع في المجموعه سي
يا نعم وزارة الخارجية المصرية. ايجيبت مصر وزارة الخارجية المصرية. مصر في مجموعة يوكي وجامعة الدول والهند. فريق الأخير في المجموعة سي. Thank you. Thank you. Deutschland. Germany. ده يبقى كده اكتملت المجموعة الثالثة. Thank you sir. Thank you. المجموعة الثالثة UK جامعة الدول إنديا مصر وألمانيا. سفير ألمانيا ومنتخب ملتقي. نيجي لآخر مجموعة. المجموعة دي برضو خمس فرق. يشرفنا يكون موجود معانا سعادة السفير الألماني والمهندس خالد مرتجي. يشرفونا. هم خمس كور. خمسة. طب اختار. الفريق الأول في آخر مجموعة. المجموعة دي ساحل العاج. كوت ديفوار. ساحل العاج اول فرق المجموعه دي. فريق ساحل العاج او سفاره ساحل العاج اول فرق المجموعه دي. الفريق الثاني في المجموعه الاخيره. اي خد روسيا. هم خمسه روسيا. ده الفريق او سفارة روسيا في اخر مجموعة مع كوت ديفوار. الفريق الثالث اليابان. اليابان الفريق الثالث في المجموعة الاخيرة. يبقى المجموعة الاخيرة لغاية دلوقتي ساحل العاج روسيا اليابان. برضو مجموعة قوية جدا. الفريق الرابع في المجموعة الأخيرة. سلام هندسة. الأمم المتحدة. أمم المتحدة UN. ده الفريق الرابع في الجروب دي. آخر فرق المجموعة أو آخر فريق في المجموعة دي. لا كازاخستان. كازاخستان اخر فريق في المجموعه دي. يبقى كده اكتملت معانا كل المجموعات. ثانك يو سير. فيل دانك. تانكشن. ميرسي. ثانك يو. سهله. اكتملت الفرق. المجموعه الاولى اعتقد دي اقوى مجموعه. المجموعه الجروب A. ايطاليا ارجنتين برازيل استراليا فيتنام اسبانيا. المجموعه B كندا يو اس اي سويسرا ماليزيا وفرنسا. المجموعة سي يو كي جامعة الدول الهند مصر وألمانيا. وآخر مجموعة المجموعة دي ساحل العاج روسيا اليابان يو ان وكازاخستان. نتمنى إن شاء الله بإذن الله زي ما تعودنا كل سنة يكون محفل يضم كل السفارات على خير وبسلام. ونتمنى طبعا التوفيق للجميع وإن شاء الله بإذن الله من يكون الأحسن هو إن شاء الله يكون الفائز. بشكركم جميعا. كابتن خالد بشكرك على وجودك معنا النهاردة وإن شاء الله بالتوفيق للناس كلها. شكرا ليك كابتن هاني وبشكركم طبعا داخل النادي الأهلي. ونتمنى إن شاء الله تبقى بطولة جيدة ونستمتع بها كلنا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. شكرا جزيلا. دانكشن. ينزلين ده فيلا. في مصر الاستمتاع بهذه البطولة ودائما أبدا عاش النادي الأهلي وتحيا مصر. شكرا لحضراتكم.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا زي ما شفنا وقائع المؤتمر الصحفي ومراسم اجراء القرعه الخاصه ببطوله الدبلوماسيين اللي بتنظمها السفاره الالمانيه ويستضيفها النادي الاهلي على ملاعبه باهلي الشيخ زايد خلال الفتره القادمه. مؤتمر صحفي مهم جدا، وقائع القرعه بالتاكيد كانت متميزه. شفنا يعني مجموعات صعبه، مجموعه متوسطه، مجموعه سهله، لكن بشكل عام الفكره مش الفكره مين هيفوز بالبطوله او بالكاس، لكن الفكره في التجمع الرياضي على ارض النادي الاهلي في الشيخ زايد الفرع الجديد بالتاكيد للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. اكيد في مشروعات كتيره جدا من خلال هذا الفرع، لكن الشيء الرائع ملاعب النادي الاهلي الجميله جدا في الشيخ زايد، ملاعب الخماسي، ملاعب كره القدم، فيها يعني رد فعل ايجابي جدا حتى من السفاره الالمانيه عندما نظمت هذه البطوله العام الماضي، وكانت التقارير التي خرجت من اللجنه المنظمه عن جوده التنظيم والتقارير المتعلقه بتنظيم هذه البطوله على اعلى مستوى. لو استعرض معاكم الفرق او المنتخبات اللي هتشارك في هذه البطوله بالمجموعات اللي تمت من خلال هذا المؤتمر ووقائع المؤتمر الصحفي ومراسم القرعه اللي كان بالتاكيد حاضر فيها الكابتن هاني رمزي المدرب العام لمنتخبنا الوطني، واللي اكدت ان هو كان هو المدير الفني لنجوم وقدامى النادي الاهلي في المباراه الافتتاحيه او المباراه الكرنفال اللي كانت على هامش المباراه النهائيه في البطوله الماضيه. المجموعه الاولى المنتخب او يعني اعضاء السفاره والهيئات الدبلوماسيه، الفريق الايطالي والفريق الارجنتيني، البرازيل، استراليا، فيتنام، اسبانيا، مجموعه قويه جدا. المجموعه الثانيه كندا، امريكا، سويسرا، ماليزيا، فرنسا، وفيها منتخب ماليزيا. منتخب ماليزيا كان هو طرف المباراه النهائيه في البطوله الماضيه. المجموعه الثالثه انجلترا، جامعه الدول العربيه، الهند، مصر، المانيا، والفريق المصري ممثل من خلال وزاره الخارجيه المصريه. المجموعه الرابعه كوت ديفوار، روسيا، اليابان، الامم المتحده، كازاخستان، ايضا مجموعه قويه. ولا ننسى ان منتخب كازاخستان من المنتخبات او الفرق الكبيره في هذه البطوله، والبطوله الماضيه ايضا كان بيحقق نتائج كبيره جدا ووصل الى مراحل متقدمه من البطوله الدبلوماسيين اللي بالتاكيد هتستضيفها ملاعب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه بتنظيم مشترك او بتنظيم مهم جدا من السفاره الالمانيه اللي حريصه كل الحرص على المشاركة مع النادي الأهلي في استضافة هذه البطولة. وقلنا وأكدنا على جوهر هذه الفكرة، جوهر الفكرة أن بطولة رياضية والمجتمع الدبلوماسي عشان يعيش وينسجم مع الوسط الرياضي المصري يكون في تفاعل بشكل جيد جدا ما بين هذا المجتمع الدبلوماسي مع الوسط الرياضي المصري. الفكرة بيتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع داخل النادي الأهلي، المؤسسة الرياضية الأولى في مصر وفي الوطن العربي والقارة الأفريقية. البطولة الأول مرة أقيمت في نفس هذا التوقيت من العام قبل الماضي، كان عام 2017، والبداية كانت ب 13 فريق، لكن زادت العدد إلى 24 في البطولة السابقة، والبطولة الحالية 21. بنشوف مباريات كبيرة جدا، مباريات صعبة، لك أن تتخيلوا أسامي الفرق لما بتيجي تلاعب بعضها، ألمانيا ضد فرنسا، أمريكا ضد أستراليا، مصر ضد ماليزيا، أسبانيا ضد إيطاليا، أسامي ومنتخبات وأسامي فرق كبيرة جدا. وبقول لكم على المستوى الفني كمان البطولة فيها إمكانيات فنية متميزة جدا، سواء حتى من خلال الفريق المصري اللي متمثل من وزارة الخارجية المصرية أو حتى من السفارة الألمانية، السفارة الروسية، السفارة الماليزية. البطولة إن شاء الله هتنطلق يوم 22 مارس، بنأكد على الموعد، هتنطلق إن شاء الله يوم 22 مارس، هتتلعب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى المباراة الختامية إن شاء الله يوم 12 إبريل، وسيعقب المباراة النهائية بإذن الله في حفل عشاء لكل الفرق المشاركة والوفود والسفارات والأعضاء والهيئات الدبلوماسية للمشاركة في ختام هذه البطولة، البطولة الكبيرة جدا إن شاء الله اللي وردت عملاقة داخل النادي الأهلي وبتزداد قوة واهتمام حتى من كل السفارات عام بعد الآخر، طالما النادي الأهلي بيبقى حريص على هذا التنظيم والمشاركة الفعالة حتى من نجوم كرة القدم. دايما النادي الأهلي بيبقى حريص حتى ان ولاده يكونوا مشاركين ومتواجدين في هذه البطولة. شفنا الكابتن خالد بيه والكابتن هاني رمزي، ايضا مباراة نجوم القدامى اللي هتكون في الختام بإذن الله ايضا هيكون فيها حاضر عدد من نجوم القدامى في النادي الأهلي. البطولة اللي فاتت كانت مباراة كبيرة جدا وشفنا فيها مستوى فني متميز، لان كمان بتلعب نجوم قدامى الأهلي قدام افضل اللاعبين المشاركين من السفارات والاعضاء والهيئات الدبلوماسيه في هذه البطوله، فيما عدا طبعا طرفي المباراه النهائيه، لكن بتبقى مباراه صعبه جدا، مباراه فيها تفاصيل كبيره جدا. طيب نروح اكتر بقى بتفاصيل ونعرف الاراء ووجهات النظر بعد وقائع المؤتمر الصحفي. اروح بسرعه لزميلي عمر ربيع ياسين من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعاه لقاءات مهمه جدا مع المهندس خالد مرتجي وايضا السفير الالماني. اليك يا عمر.
سفير السفاره الالمانيه في القاهره وايضا عضو مجلس اداره النادي الاهلي الباشمهندس خالد مرتجي، ونسالهم عن رايهم واكيد كلام كتير هنتكلم معاه خاصه بالاستضافه والتنظيم ايضا. Mr. Loi, first of all, nice to meet you and welcome on the Ahli channel. No, thank you very much for being again here in Al Ahli for such an important event. Yeah, thank you. First of all, I want to ask you about why do you support the idea of the football tournament and who was behind this idea? Well, the idea came up 3 years ago, yes. And we developed it, and it's one of the brains, the main brain, maybe the brain behind it is Hisham Mazouk, my colleague in the embassy, and he convinced me to organize this, and at the same time he developed the bridge to our neighbor here in Zamalek, Al Ahli, yes. And since we had a good experience, this tournament is developing, is expanding, and I think all the teams like to play with each other. Of course, everybody likes to win. Yes. But I think the most important thing is to participate. Yes. في البداية طبعا سألته على فكرة تشجيعه للبطولة المقامة في النادي الأهلي ومين كان وراء هذه الفكرة، قال لي طبعا أن الفكرة جت من 3 سنين وكانت بالمساعدة من الأستاذ هشام مرزوق اللي بدأ يتعاون وبدأ يتعاون مع الجار اللي موجود في نفس المنطقة والنادي الأهلي. إن شاء الله بقى هو يتمنى كل التوفيق للفرقة. I want to know if you will participate this year with the ambassadors that they will play. Are you will be participating by playing the tournament? Thank you very much. I considered it very carefully, and taking regard of my high age, I thought an observing role would be the most fitting one for me. Yes. So I'm observing the matches and trying to find out how my colleagues who do actually play themselves, yes, how they do. I want to ask you about who will win this year. Your expectations. I'm pretty sure it will be the best team. not the German embassy? Not necessarily the German embassy, to a degree. Sometimes we follow, let's say, the tracks and the trails of our national team. Mm-hmm. And this right now is not, let's say, in the first rank. But we hope we will become better and the tournament continues. And maybe one day we will win the first place. The final question about your opinion about the organizing of Al Ahli Club this tournament. My experience is excellent, particularly Mr. Mortagi. He's doing a very good job. Al Ahli has the experience and has, I think, the right feeling which you need to organize such an event between not totally professional teams on the one side, but teams with, let's say, some who feel the challenge, who like the challenge, and who like to play it out. And I think this team is this tournament, this entire event is very important because colleagues who deal with each other in embassies, in conferences, in diplomatic meetings, in diplomatic events, here they have really the occasion and the opportunity to deal with each other on the rules of fair play, of respect from each other on a very sports level. And this is a unique chance, and I think it will bind them together, as we have noticed as well later on the diplomatic world with each other. So I think it's an excellent occasion, and we really like to continue it. سألته طبعا في الأول عن هل هو هيشارك في مع بعض السفراء اللي هيلعبوا في مباريات كرة القدم، قال له لا، بيشكرني شكرا جزيلا على الدعوة، لكنه يعني ناس هيشاركوا في أكثر منه. كمان سألته على رأيه في تنظيم النادي الأهلي للبطولة ورأيك في اختيار النادي الأهلي ورأيك في التنظيم. طبعا قال التنظيم رائع جدا وتنظيم أكيد مهم، وده طبعا يعني العلاقة الجيدة بين النادي الأهلي وبين السفارة الألمانية. Last question about the match between the All Stars and the ambassadors that will be on the opening game, the opening match. Will you attend this year this game? I will attend, and I'm looking forward with a high degree of curiosity how this will play out. But I have an idea that the experts are mainly on one side. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much. باشمهندس خالد مرتجي، طبعا يعني قبل ما اروح لحضرتك هشام طبعا كنت سالته اخر سؤال بقى على تحضر المباراه الافتتاحيه اللي هتكون ما بين نجوم النادي الاهلي او نجوم الخاصه بالسفارات، قال لي انا هحاول ان هو يحضر، لكن طبعا حضرتك زي ما اتكلم وقال ان حضرتك ليك دور كبير جدا جدا في تنظيم هذه البطوله، اكيد عايزين نعرف بقى الدور الفعال ودور النادي الاهلي دايما في المحافل الدوليه مش بس في المحافل المحليه. انا ماليش دور، ده دور النادي الاهلي طبعا.
على فكرة لازم أقول إن كابتن محمود الخطيب كان حريص إن هو يجي النهاردة، لكن للأسف نظرا إن هو ظهره تعبه امبارح شوية فما قدرش يجي. لكن هو طبعا دور الأهلي وبرنامج عائلة الأهلي والمسؤولية المجتمعية عن النادي الأهلي إنك أنت تستضيف أو تحتضن النادي الأهلي، يحتضن بطولة بهذه القدر بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، يعني ده يديك قيمة الحدث. يعني من أعظم الدول الأوروبية ودول العالم أما تبقى عايزة تعمل حدث رياضي ما بتفكرش غير في النادي الأهلي. والحقيقة النادي الأهلي بيبقى حريص جدا إن هو يبقى مراية لمصر. يعني أنت النهاردة عايز تظهر للعالم كله ان مصر دي بلد الامن والامان، انك انت محتاج ان العالم كله يشوف البلد، يبقى بصص على البلد من خلال هذه البطولة. انت عندك وكالات انباء عالمية غير الريبورتات او التقارير اللي بتطلع من السفارة. فالحقيقة كون ان ثالث سنة تتعمل في النادي الاهلي، وزي ما قالنا اما بدت ب 13 النهارده ب 21، ويمكن لا اخفي سرا ان هو اللي كان متقدم 26 وهم اختاروا يستبعدوا 5. فما فيش شك ده يدي لك قيمه الحدث. النادي الاهلي نادي عريق، النادي الاهلي انشئ على الوطنيه، ونتمنى دايما ان شاء الله ان احنا نبقى عند حسن ظن الجميع، وان احنا نعمل حاجه تشرف البلد وتشرف النادي الاهلي وتشرف مجلس اداره النادي الاهلي وكل عائله الاهلي. طبعا عايز اسال حضرتك سؤال، ممكن ايه اللي احنا نشوفه في الدوره الثالثه اللي مقامه على التوالي ممكن يكون جديد ومختلف عن الدورات السابقه اللي قبل كده؟ لا ما فيش شك، السنه اللي فاتت اولا كانت بطوله ناجحه جدا، ويمكن طبعا وزاره الخارجيه المصريه كان ليها شرف ان هي تكسب الماتش، تكسب البطوله. السنه دي انا شايف ان هيبقى في تنافس قوي جدا، وشايف ان الناس كلها متحفزه جدا. يعني قابلت سفير كازاخستان مش قادر اقول لك، سفير بتاع ارجنتين، نفسهم فعلا انهم يكسبوا البطوله دي، لان زي ما قلت طبعا دي بتقرب الشعوب ببعض. زي ما قال كابتن هاني رمزي وزي ما العالم كله عارف ان كره القدم هي اقرب وسيله لتقريب الناس مع بعض. النهارده ما بيبقى في بلدين عندهم مشكله بيلعبوا ماتش كوره الدنيا بتبقى كويس. فالحقيقه يعني ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه تليق بال 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 بالبطوله، تليق باسم النادي الاهلي العظيم، وان شاء الله تبقى حاجه محترمه. ويبقى برضو الاول ستارز يبقى انت ليك دور انك انت تلعب فيهم، تلعب معاهم. مين بقى من النجوم اللي ممكن يكونوا موجودين بالاول ستارز اللي زي ما شفنا في القرعه كانوا موجودين وشرفونا ويكونوا موجودين في المباراه الافتتاحيه ان شاء الله؟ خالد بيبو هيبقى كابتن الاول ستارز، هيبقى فيه طبعا. لا انا ما عنديش ركب يا عم عمر. فان شاء الله هيبقى في سيد معوض، هيبقى في يمكن بركات، هيبقى في هاني رمزي، هيبقى في يعني ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. وانا سايب بقى الاختيار لخالد بيبو، وان شاء الله باذن الله يبقى انت ليك دور فيها برضو، وكابتن ربيع طبعا الوالد العظيم حبيبي ده، ها، وان شاء الله باذن الله تبقى حاجه مشرفه وتشرفنا كلنا ونستمتع بيها كلنا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا ده كان اللقاء مع الباشمهندس خالد مرتجى عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وزي ما احنا سمعنا وتابعنا ايضا مع السفير الالماني، هو ده دور النادي الاهلي الوطني، دور النادي الاهلي دايما بيكون مش بس في المحافل المحليه، المحافل الدوليه. كنت معاكم من داخل النادي الاهلي فرع الجزيره، هنروح ونطير دلوقتي الى الاستوديو الرئيسي مع الزميل العزيز محمد سعيد. شكرا ليك زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. حدث مهم جدا، تغطيه على اعلى مستوى من خلال قيمه ومكانه النادي الاهلي اللي بيستضيف بطولة متميزة جدا، بطولة أي نادي بالتأكيد بيبقى ليه الفخر إنه يستضيف مثل هذه البطولات، لأنها بترفع أسهم كبيرة جدا. الفكرة بس زي ما أكدنا عليها مش فكرة رياضية، الفكرة فكرة مجتمعية، دور وطني النادي الأهلي بيأديه بشكل جيد جدا، مش النهاردة ولا امبارح، لا عبر الأزمنة وعبر التاريخ من خلال أجيال بتسلم بعض. دايما الكل بيبقى حريص على توصيل رسالة مهمة جدا بتعبر عن قيمة ومكانة هذا النادي الكبير، مكانة النادي الأهلي. زي ما أكدنا وقلنا بطولة الدبلوماسيين اللي بتنظمها السفارة الألمانية وبيستضيفها النادي الأهلي إن شاء الله على ملاعبه في أهل الشيخ زايد في الفترة من 22 مارس حتى 12 إبريل. بطولة هتكون بطولة قوية جدا، فيها منتخبات أو فيها فرق من خلال السفارات والأعضاء والهيئات الدبلوماسية، فيها منافسات كبيرة جدا. ولا أخفى عليكم سرا طبعا ما قاله المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة. زي ما البطولة اللي فاتت كان في مشاركة لعدد من النجوم القدامى في النادي الأهلي في المباراة الكرنفال أو المباراة الاحتفالية قبل المباراة النهائية، أيضا نفس الأمر هيتكرر في بطولة هذا العام بمشاركة عدد آخر من نجوم النادي الأهلي.
مرة دي بقى محمد بركات بيعود من جديد لملاعب النادي الأهلي، كابتن سيد معوض، خالد بيبو ككابتن لهذا الفريق، وبالتأكيد هيكون فيه نجوم آخرين بإذن الله هيشاركوا في هذا الحدث الكبير. ولاد النادي الأهلي الحمد لله كلهم موجودين داخل النادي الأهلي، والكل يكون حريص على المشاركة في نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير. جزئية مهمة جدا أكد عليها السفير الألماني في حديثه مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، قال إن مثل هذه البطولات بتفتح مجالات كثيرة جدا. الفكرة زي ما أكدنا عليها إن هي علاقات دولية وعلاقات مباشرة من النادي الأهلي مع كل هذه السفارات والأعضاء والهيئات الدبلوماسية، لكن الإضافة اللي ممكن تضيفها هذه البطولات مع النادي الأهلي إنك من خلال هذه البطولات بتعمل توأمة، بتعمل بروتوكولات، بتعمل سفريات ورحلات للبعثات الخارجية لثقل المواهب وإعطاء دراسات إدارية وتدريبية وطبية في جميع المجالات اللي ممكن تفيد بيها أولادك أو العاملين داخل النادي الأهلي. أيضا كمان إنك ممكن من خلال هذا التعامل إنك بتستضيف مؤتمرات داخل النادي الأهلي، مثلا لو عايز تعمل أي مؤتمر متعلق بالطب الرياضي لأي من هذه السفارات خلال الفترة القادمة، من خلال تعامل النادي الأهلي الرياضي مع كل هذه السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية قد تستضيف مؤتمر طبي داخل النادي الأهلي، قد تستضيف مؤتمر تدريبي داخل النادي الأهلي. ده الشيء الإيجابي اللي أنت بتفيد بيه كل العاملين داخل النادي الأهلي في جميع الأطر، سواء رياضة، تدريب، إدارة، كل هذه الأطر بالتأكيد بتعود بالنفع على الأبناء والعاملين داخل النادي الأهلي وعلى كمان الرياضيين داخل النادي الأهلي. الفكرة زي ما أكدنا عليها الدور المجتمع للنادي الأهلي، واللي أكد عليه المهندس خالد مرتجي كمان فكرة عائلة الأهلي تحت عنوان عائلة الأهلي، الدور المجتمع اللي الأهلي بيقوم بيه والمؤسسة المجتمعية إن شاء الله اللي الفترة القادمة بننتظر ظهورها بشكل إيجابي جدا، مؤسسة الأهلي المجتمعية إن شاء الله هيكون لها دور محوري كمان بالنسبة للنادي الأهلي، بما أن النادي الأهلي ذو الشعبية الكبيرة في كل محافظات مصر. أي مكان شعار النادي الأهلي بيتواجد من خلال مسؤول، من خلال لاعب، من خلال فريق، سواء لعبة جماعية أو لعبة فردية، طالما شعار النادي الأهلي موجود بتلاقي المحبة والسعادة والاعتزاز بقيمة ومكانة النادي الأهلي. بطولة إن شاء الله بطولة مهمة جدا، خلال الفترة القادمة بالتأكيد الكل هيكون على حرص إن هو يتابع هذه البطولة في الفترة من 22 مارس حتى 12 إبريل. وفي نقطة كمان أكد عليها المهندس خالد مرتجي، قلنا البطولة اللي فاتت كان وصل العدد ل 24 فريق، البطولة المرة دي كان فيها 26، لكن بعد الاتفاق وبعد الشكل التنظيمي للبطولة تم الاتفاق إن هيكون في 21 فريق في هذه البطولة، تم تقسيمه من خلال أربع مجموعات، كل مجموعة فيها فرق قوية جدا هتلاقي مستويات على أعلى مستوى. بشكل عام دي كانت تخطيطنا الخاصة النهاردة المتعلقة ببطولة الدبلوماسيين إن شاء الله اللي هينظمها النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وبإذن الله تكون هذه البطولة مسلسل أو استمرار إن شاء الله لبطولات وأحداث رياضية عظيمة إن شاء الله النادي الأهلي حريص على أنه ينظمها على أرض مصر خلال الفترة القادمة، ليست فقط في الجانب الدبلوماسي أو الدور المجتمعي، لكن أيضا كمان لا ننسى أن خلال الفترة القادمة عندنا تنظيم بطولات مهمة جدا كمان، سواء في البطولات الإفريقية للكرة الطائرة بإذن الله خلال الفترة القادمة، لأن النادي الأهلي دايما حريص على استضافة كل الأحداث الرياضية في كل الألعاب، حريص دايما كمان أنه هو يغذي المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين. كمان عندنا أحداث رياضية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة، فريق كرة القدم عنده أحداث رياضية مهمة، لكن إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. كانت تغطية يعني إن شاء الله يعني قدر الإمكان نكون على قدر الحدث بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، يعني نقلنا لكم كل شيء صوت وصورة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هذا المقر العظيم اللي بيفتخر به كل أهلاوي في تراث وقيمة ومكانة وتاريخ هذا النادي من خلال أحداث رياضية، من خلال دروع وبطولات وكؤوس بتعبر بشكل جيد عن النادي الأهلي. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وتكون البطولة السلسة لبطولة الدبلوماسيين تكون بطولة متميزة وتزداد بريقا وتوهجا طالما كانت موجودة داخل النادي الأهلي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.